تطور تقنيات الطب بفضل الله صار من السهل حل كثير من المشاكل الصحية بطرق تقنية مذهلة، ومجال الجلدية واحدة من المجالات الطبية اللي بيقدم الكثير من الحلول في أغلب المشاكل بشكل مبهر جدا. ضيفتنا دكتورة يمنى موسى، طبيب عام في هذا المجال، رح نتكلم معها في كل ما يخص الجلدية سواء في الجانب المرضي أو التجميلي. أهلا وسهلا دكتورة، منورتنا. طب قبل ما ندخل في تفاصيل التجميل والجلدية والبنات اللي يحبوا هذه المواضيع، أكيد خليني أتعرف عليك أكثر وتكلمينا عن تخصصك والشغف اليومي في هذا المجال. أوكي، حابة أعرف عن نفسي. أنا دكتورة يمنى إبراهيم موسى، متخرجة من بكالوريوس طب وجراحة. طبعا بالنسبة لشغفي، هو الشغف كان موجود من أنا صغيرة، بس كل ما تقدم معايا مراحل التعلم من بداية الثانوي بدأت خلاص يعني أنطلق وأقرر أني أتخصص في مجال الجلدية والتجميل. فمن ثانوي بدأت أحضر workshops ومؤتمرات وأقرأ وأتعلم عن التخصص هذا بالذات. ما شاء الله، فالشغف جالس يكبر ولدنا حين ترى موجود الشغف، وإن شاء الله نكبر أكثر إن شاء الله بإذن الله. طيب كيف بتشوف التطور اللي صاير اليوم في تفهم الناس مع تقنيات التجميل اللي ما شاء الله تبارك الله كل فترة بتطلع تقنية جديدة، وإيش هي أيضا أكثر الشرائح العمرية اللي بتجيكم في العيادة؟ أوكي، طبعا علم التجميل وثقافة التجميل تطورت بشكل واسع في الفترة الأخيرة. أحب أقول لك أنه 50% من زوار العيادة صاروا رجال، فالكونسبت حق التجميل مقتصر للسيدات خاطئ، ونصهم صاروا رجال. فهو لا يقتصر على السيدات فقط. طيب نبدا معك بموضوع التاتو الدايم. يمكن في الفتره الاخيره شفنا كثير من الاشخاص اللي كانوا عاملين تاتو بجسمهم وندموا متاخر للاسف، ولجؤوا للامور التقنيه والطبيه لازاله هذه التاتوهات. فايش افضل التقنيات في ازاله التاتو؟ اوكي، التاتو له انواع. التاتو اللي اقدر اقول عنه مؤقت هو اللي ينرسم بالحنة او بالصبغه وبينغسل بس بالمويه والصابون ويروح، انما التاتو اللي يستخدم الابر او البلي هذا بيكون تاتو دائم. التاتو الدائم بنقدر نشيله بأجهزة البيكو ليزر أو الكيو سويتش ليزر. بس أنا أنصح الناس أنهم يبعدوا عن التاتو الأخضر أو الأحمر أو الأصفر، لأنه إزالته جدا صعبة. إنما لو كان التاتو أغمق يعني أسود بني رمادي، حيكون إزالته سهلة وبس يحتاج عدة جلسات. وهذا اللي كنت بسألك فيه بالضبط، يعني هل يروح من أول مرة ولا يحتاج جلسات؟ هيحتاج عدة جلسات بس ما حيسيب أثر. متى ممكن يسيب لنا أثر؟ لو كان اللي سوالك التاتو سواه بطبقة مرة عميقة أو بطريقة خاطئة، فهنا ممكن يسيب أثر بسيط. طب خلينا نتكلم على المنافسة الكبيرة جدا اللي صايرة اليوم بين العيادات في تقديم الخدمات للمرضى أو للعملاء من خلال الكولاجين، النظارة، ويمكن هذه أكثر الخدمات اللي البنات فعلا بيتنافسوا فيها وبيتسابقوا فيها، وكل شهر أنا لازم أجيكم العيادة عشان أسوي وجهي وأسوي نظارة وأسوي ميزو بوتوكس مع الدكتور. إيش الطرق والأساليب الصحيحة في التعامل مع موضوع النظارة؟ لأنه تعبنا فعلا. أوكي، في مفهوم خاطئ أن الناس لما تأخذ الكولاجين عن طريق الفم أو بوضع الكريمات على البشرة أنه هتحفز الكولاجين، وهذا خاطئ. من جد؟ أيوه، ما حيأثر على الكولاجين، على تحفيز الكولاجين من الجسم. طب إحنا كيف هنحفز الكولاجين أنه يطلع من الجسم؟ عن طريق التقنيات الموجودة في العيادة، سواء كانت بالمايكرو نيدلين تكنيك، سواء كانت بإبر الميزوثيرابي، إبر النظارة، أو أحيانا بالتقشير. طب كيف مثلا بالنسبة لمشكلة الندبات أو بقايا أثار الحبوب أو التصبغات؟ أيضا في مشكلة رهيبة جدا هي المسامات الواسعة، كيف تتعامل معها؟ أوكي، بالنسبة لحب الشباب، حب الشباب لو ما تعالج من بدايته، يعني أنا نصيحتي لكل أب وأم إنهم ينتبهوا على أبائهم فترة المراهقة. لما يطلع لها حب شباب على طول خذهم لطبيب أو طبيبة جلدية عشان يعطوهم الأدوية أو الكريمات المناسبة لحالتهم، عشان نتفادى نوصل لمرحلة التليفات أو الندبات أو الحفر. بالنسبة لعلاج المسامات والحفر، طبعا هي ما تكونت في يوم وليلة، تكونت في مدار سنوات، فنحتاج علاجها عدة جلسات. أفضل شيء للعلاج الندبات أو الحفر أو المسامات الفراكشن ليزر. فراكشن ليزر ليه نوعين، يا إما CO2 يا إما إيربيوم ليزر. كيف بنحدد نوع الليزر؟ على حسب حالة المريض. بالنسبة للتصبغات، طيب التصبغات حتكلم عنها، هي ليها نوعين.
المقشرات لها نوعين، معلش عفوا، يا اما مقشرات احماض فواكه اللي هي الفا هيدروكسي اسيد او بيتا هيدروكسي اسيد، يا اما مقشرات كيميائيه. برضه كيف هنحدد الحاله؟ على حسب نوع البشره وعلى حسب مكان المنطقه المراد تقشيرها، وايضا على حسب سبب التصبغات. حلو، هذا يخليني اسالك عن بدايه المشكله، يعني من الاساس كيف تتكون التصبغات على البشره؟ هل نقدر نقول مثلا انها وراثه او من الشمس؟ اوكي، في جسمنا شيء اسمه ميلانوسايت. ميلانوسايت هذه هي الخلايا الصبغيه. الميلانوسايت بتفرز لنا ميلانين. الميلانين هي الخلايا الصبغيه عفوا. الميلانين بيتكون زيادته او نقصانه على حسب يا اما مشاكل هرمونيه، يا اما تتعرض للشمس، مشاكل تصبغيه، يا اما حمل وولاده، يا اما استخدمت كريمات قلبت معك بنتيجه عكسيه، يا اما صار لك التهاب وصار بعده اسمرار او تصبغات اللي هو اسمه بي اي اتش اللي هو بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن. البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن يعني تصبغات ما بعد التهاب. فهذه كلها اسباب التصبغات. طب بالنسبه لفكره التقشير واللي قلتي لي انه علاجها، يعني في ناس بيكونوا متخوفين من التقشير مثلا، في ناس زي ما عندهم كل يوم دوام، كل يوم يحطوا ميك اب، ما يقدروا يسووا تقشير، هل مثلا فيه بدائل؟ وهل ايضا التقشير هو الحل الوحيد؟ وهل ممكن يكون في نفس الوقت لي مثلا اثار جانبيه؟ اثار جانبيه لو استخدمت التعليمات اللي بعد التقشير بطريقه خاطئه، فانت لو ما حتلتزمي بالتعليمات لا تسوي التقشير، هذا شيء. الشيء الثاني، المقشرات امنه ما لها اضرار، بس يفضل انك تلتزمي بالتعليمات اللي بعدها كوضع عواقب الشمس، كوضع الكريمات، يعني ما تبدا تستخدم كريمات مفتحه او مثلا فيتامين اي او ريتينول او ديفرين او اكريتين، هذه الاشياء وانت بتقشري او وجهك بيقشر. لازم تستني وجهك يرتاح بعد كده تبدا تستخدمي روتين ما بعد التقشير. طب واللي زي ما يقدر يسوي تقشير؟ هو التقشير انا دائما متعود على التقشير، فالتقشير ممتاز يعني. بالعكس بيعطيك سيلف كونفيدنت، بيعطيك نضاره، بيشيل لك التصبغات. مع الدوام، مع الكشافات كل يوم، مع الميك اب في نفس الوقت كل يوم، ما اقدر اسوي تقشير صح؟ خذي بريك 5 ايام ونسويه مع بعض ان شاء الله. يعطوني سمعتوا. طيب اليوم بنشوف كمان اعلانات كثيره في مواقع التواصل الاجتماعي مستمره ايضا عن توفر هذه التقنيات، ولكن كيف اقدر اختار يعني تقنيه موثوقه؟ وكعميل يعني انا المفروض انتبه لايش؟ بالنهايه العميل حيروح للارخص، اللي فيه عروض، اللي حيعطيني عروض واللي حيعطيني خصومات انا حروح اسوي عنده، لكن كيف اختار التقنيه المناسبه؟ طيب بالنسبه للعروض او الخصومات، الناس اللي بيلجؤوا لها، هل انتم واثقين من الكواليتي اللي بينزلوها، ولا بس بيعطوكم عروض وهميه وانتم ما انتم عارفين الكواليتي؟ هل انتم تعرفوا الطبيب، شفتوا ناس بيشنتس من عنده او مرضى من عنده خرجوا راضين عن النتيجه؟ فانتم لازم تشوفوا المكان اللي عنده يعني الريفيوز او التعليقات على المكان والمرضى، عن المرضى، على المرضى اللي في المكان عفوا. كمان بينصحوا انك تروحي لنفس الطبيب، فلازم تروحي عند طبيب عنده ثقه، مركز مضمون، مواد مضمونه، ونبعد عن العروض الوهميه شويه. صح. طب ما نقدر ايضا ننسى جانب الوقايه والاهتمام بالبشرة، عشان دائما نكون منورين ومزهزهين في نفس الوقت، يعني أنا أبيض وأنت بينك. فهذا اللي نبغى نختم فيه مع نصائحك، خصوصا يعني ونحن في طقس حار في جدة ومشمس ورطوبة في نفس الوقت. صحيح. أول شيء لازم الموية، لازم نشرب موية بشكل كثير، يعني الرجال مفروض يشربوا 3 لتر، السيدات مفروض يشربوا 2 لتر. ففترة الصيف لازم نكتر الموية، والترطيب لازم تستخدموا الترطيب المناسب لنوع البشرة. وواقي الشمس ضروري عشان يحمينا من التصبغات، حتى لو أنت عندك تصبغات حطي واقي الشمس إلى ما تعالجيهم عشان لا يزيد الوضع معك. صح. وهذه خليني أروح أسألك لي الروتين اليومي للبشرة، إيش أفضل روتين من صباحي طبعا ومسائي للبشرة الدهنية وأيضا الجافة والمختلطة؟ أوكي، كل بشرة لها روتين مخصص. يعني البشرة الدهنية أو المختلطة يفضل أنه نستخدم منتجات فيها سلسلك أسيد أو جلايكوليك أسيد عشان تقلل لنا إفرازات الدهون في البشرة. بالنسبة للبشرات الجافة أو الحساسة، لازم نستخدم مرطبات تناسب البشرة الجافة ما تهيجها. واقي الشمس أيضا ضروري، الغسول المناسب ضروري. لا تناموا بالميك اب يا بنات، الميك اب وواقي الشمس لا تناموا بيهم. ايضا الرجال، ترى الاشياء هذه تنطبق على الرجال والسيدات، يعني زي ما قلت لحضرتك.
طب في ناس كثير يعني ممكن تجيهم أمراض في الجلد بسبب مشاكل، ممكن تكون هذه المشاكل عضوية أو نفسية في نفس الوقت، هذه إيش بيكون علاجها برأيك؟ يروح الطبيب مختص، لا يسمعوا كلام الناس، لأنه حالتك بتختلف عن حالة غيرك. حتى لو كان في نفس الأعراض بس المرض يختلف، فالمفروض أنه يتجه لطبيب مختص ولا يسمع كلام جوجل أو يسمع كلام الناس. يمكن في الفترة الأخيرة كثير انتشرت مقاطع فيديو في السوشيال ميديا عن الثلاثية للتفتيح، فأبغى أخذ رأيك في هذه الخلطة، هل اللي بتشوفيه، وللأسف يمكن كثير من البنات وأنا أيضا واحدة من الناس اللي وقعت في هذا الفخ، وحبيت أني من كثر ما بشوف الناس بتمدح أبغى أجرب، هل فعلا ممكن ألاقي نتيجة؟ هل هي فعلا خلطة عجيبة سحرية؟ فإيش رأيك في هذه الخلطة؟ أنا شخصيا ما أفضل الخلطات الثلاثية، لأنه أغلبية المرضى اللي بيجوني في العيادة بيكونوا متضررين من الخلطات الثلاثية. يعني في البداية حتلقى النتيجة ممتازة، بس بعد كده في سوء استخدام أو أبيوز من البيشنت، كل ما حيلقى النتيجة ممتازة حيجلس يزود، فلما تزودي حتضري البشرة. يعني بيجوني الناس متصلخين في العيادة وقالب معاهم أسوأ من الأول، فأنتوا ما بتعالجوا الموضوع. فلا تلتجوا للخلطات الثلاثية، لا تلتجوا للترندات اللي ماشية، لازم تسألوا الطبيب، لأنه ممكن ما يناسبك، ممكن يناسب غيرك، ممكن ما يناسبك. وأيضا الكمية لازم بكمية محدودة تستخدميها، والأفضل طبعا أنها تروح لطبيب مختص قبل ما تجرب أي شيء بنفسها في البيت. شكرا لك دكتورة يمنى، نورتينا وشرفتينا، بس حابة أشكر السبب أنه أنا أكون في المقابلة معكم اليوم. حابة أشكر حضرتك حبيبتي، وحابة أشكر طاقم الإعداد، وحابة أشكر والدتي ووالدي لأنه هم السبب أن أنا أوصل هنا. أكيد نقدم لهم تحية كبيرة. شكرا، وشكر خاص لدكتور محمد إزمرلي. أكيد طبعا، دكتورنا العظيم، هو كان دكتور ومعلم وعنده ضمير وأمانة، وشرف لي أني أكون بشتغل فعلا معه. هو دكتوري طبعا اللي بيسوي لي وجهي، هو اللي بيمسك وجهي. يعطيكي ألف عافية، نورتينا وشرفتينا، أتمنى لك أكيد كل التوفيق في هذا المجال. آمين يا رب وياكي. مشاهدينا بكذا وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، لا تنسوا تواصلوا معنا لحساب البرنامج الظاهر على الشاشة، وطبعا أتمنى لكم ويكند سعيد إن شاء الله يا رب تنبسطوا فيه. أشوفكم الأحد القادم، فمان الله. We'll be right back.